فرحان بزاف بحال اللي قلت انت. بعد مزاعم الاعتداء، أول تعليق من النجم المغربي أشرف حكيمي، تابعوا التفاصيل. انفراحي خرج نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وباريس سان جيرمان أشرف حكيمي يوم الثلاثاء بأول تعليق على الفتاة التي تتهمه بالاعتداء في منزله. حسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، فإن حكيمي نفى هذه المزاعم وقال أنها خاطئة تماما في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. وبدا اللاعب الشاب البالغ من العمر 24 عاما مبتسما ومرتاحا مساء أمس الاثنين خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجوائز ذا بيست في العاصمة الفرنسية. وقال مراسل ماركا في باريس، كان حكيمي هادئا للغاية على الرغم أن التقارير المزعومة تزامنت مع حفل ديبست. وفتح مكتب المدعي العام في نانتير الضاحية الغربية للعاصمة باريس تحقيقا في قضية اعتداء تستهدف نجم المنتخب المغربي، وفتح التحقيق بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قالت أنها تعرضت للاعتداء في 25 فبراير وفق ما أفادت صحيفة لوباريزيان أكدها المصدر لفرانس بريس. وفي اتصال مع فرانس بريس، رفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق مبديا امتعاضه من المعلومات المنشورة في الصحافة لأنها تقود التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة. ووفقا للمصدر نفسه المطلع على القضية، فقد توجهت هذه المرأة إلى مركز الشرطة في فالدومارن يوم الأحد للتبليغ عن الحادثة لكنها لم تتقدم بشكوى. واتصلت فرانس بريس بباريس سان جيرمان للوقوف على رأيه لكنها لم تحصل على أي رد من نادي العاصمة. وحكيمي المولود في إسبانيا متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان، وكان أشرف من الركائز الأساسية التي قادت المغرب نهاية العام المنصرم في مونديال قطر إلى إنجاز تاريخي بعد أن أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى النصف نهائي كأس العالم.